النبي لما حزن على وفاة ابنه قال لك 3 حاجات تعملهم. قال: إن العين لا تدمع، وإن القلب لا يحزن، ولا نقول ما يغضب الرب. 3 حاجات: إن العين لا تدمع، نفس عن أحزانك. سيد الرجالة بكى عشان ينفس عن أحزانه، لأنه إنسان وعنده مشاعر، فنفس عن أحزانك وما تتكسفش. إن العين لا تدمع وإن القلب لا يحزن. القلب قبل فكرة الحزن، ما كانش من جواه بيقول إزاي يحصل لي حاجة زي كده، تقبل. وإن القلب لا يحزن ولا نقول ما يغضب الرب. إنسان وقت الحزن 3 حاجة يعملها بعد ما ينفس عن أحزانه ويتقبل إن هو حزين، ما يتخضش. رقم 3، يراجع سلام قلبه مع الله. أنا معترض ولا عندي سلام داخلي مع نفسي ومع الله؟ إن اللي حصل لحظة الحزن دي أكيد فيها خير جدا، لكن مش هتقدر تعمل كده إلا لما تكون متعلق باللطيف.